السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل الدكتور. معايا النهاردة زي كل مرة وعلى طول إن شاء الله الدكتورة نيرة صلاح فايد، استشاري التغذية العلاجية بجامعة الإسكندرية. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، عن السعادة. السعادة اللي كلنا بنفتقدها، كلنا محتاجينها. عايزين نعرف، هو أنا ينفع أبقى سعيد؟ في أكل ممكن يخليني سعيد؟ النهاردة بقى هنتعلم وهنعرف كل حاجة عن هرمون السعادة، الميلاتونين. صح؟ صح. كلمينا بقى دكتورة عن الميلاتونين، إزاي يفرز، موجود فين، بيعمل إيه؟ عرفينا الميلاتونين ده هو عبارة عن إيه؟ الأول مساء الخير، إزيك يا أستاذ محمد؟ هرمون الميلاتونين انا بسميه هرمون النوم او هرمون الشباب. ليه؟ مبدئيا هو هرمون الميلاتونين ده هرمون بيفرز عندنا من غده اسمها بانيان جلاند. الغده بتاعت البانيان جلاند دي غده عندنا بتفرز في الدماغ، والهرمون ده غريب جدا يا استاذ محمد. لازم يتفرز في اوقات معينه، يعني لازم يتفرز وانت نايم والدنيا ضلمه تماما. تمام. يعني حتى لو انت نايم ومولع النور او النور عندك يعني في اضاءه، يعني ايوه في اضاءه موجوده عندنا، تمام، ما بيتشمش بيفرز تماما. اه طيب، هرمون الميلاتونين بشكل عام هو مسؤول عن تجديد كل خلايا البشره وخصوصا بالليل. عايز اقول لك بقى على حاجه كمان مهمه جدا في هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين بيختلف او بتختل الوظيفه بتاعته خصوصا في الناس اللي هم ما بيناموش بالليل. يعني احنا لو قلمنا نظام نومنا نمنا مثلا نمنا الصبح وما نمناش بالليل، كل الشعب المصري كده، عشان كده بتظهر بقى اعراض الشيخوخه والهالات السوداء. طبعا لان هرمون الميلاتونين هو مسؤول عن تجديد خلايا البشره زي ما احنا قلنا. تمام. ومسؤول كمان عن بث السعاده. هرمون الميلاتونين بشكل عام بيفرز دايما من الساعه 8 بالليل لحد الساعه 4. يعني طبعا ما فيش حد فينا بيطبق 8 بالليل لحد الساعه 4. الساعه 8 بالليل للساعه 4 غالبا. يعني خد بالك ان احنا ما بنطبقش الكلام ده زي ما احنا قلنا. تمام. بس على الاقل نحاول نلحق كام ساعه بس قبل الساعه 4 ان احنا ننامهم عشان نقدر نستفيد من الهرمون ده. تمام. طيب احنا كده عرفنا ان في فعلا هرمون اسمه هرمون السعاده. طيب احنا بقى عايزين نعرف هرمون السعاده ده بقى احنا ننشطه ازاي في الجسم. هو بيفرز عن طريق غده في الدماغ، بانيال جلاند. تمام. في الراس، صح؟ ايوه في الدماغ. تمام. عايزين بقى نعرف ايه المأكولات او ايه الستايل لايف اللي انا ممكن اعمله الاول قبل المأكولات. ستايل لايف الاول ممكن اعمله علشان خاطر احافظ على منسوب هرمون السعاده، وخصوصا بعد كميه الحاجات الغير سعيده اللي بتعدي علينا. هو انا مبدئيا عشان اعمل لايف ستايل، نظام حياه، لازم اعمل فريم معين. ايه الفريم؟ تمام. انا عايزه المود بتاعي يبقى كويس، ما اجيبش بقى طبق شوكولات تمام وانزل عليه واقول لا ده هي الدكتوره نيره قالت ان الشوكولات هي اللي بتزود هرمون السيروتونين اللي بيعلي عندنا مستوى السعاده. لا ده طبعا غلط. في حاجات تانية غير الشوكولات. احنا عندنا مثلا الشوفان، عندنا الشعير باللبن، عندنا البليله. في ناس كتير البليله طبعا. بس البليله دي بتتخن باين؟ لا ده على حسب بقى طريقه الاستخدام. احنا عايزين نعرف بقى، يعني كمان الدكتوره النهارده هتقوم بدور الدكتوره ودور الشيف، تقول لنا بقى البليله دي نعملها ازاي عشان ننشط هرمون السعاده. لا هو مش دكتوره وشيف بس كمان وعلاج نفسي، خد بالك، لان بنتكلم عن السعاده زي الفل. هقول لك ازاي. هو الحاجه موجوده قدامنا اهي الاول على الشاشه، المأكولات كلها، بس احنا الاول عايزين نسمع البليله بتتعمل ازاي عشان هي البليله مش هتتخن لو احنا جبنا سلقنا البليله وحطينا عليها لبن خالي الدسم وحطينا عليها سكر دايت، يبقى ساعتها مش هتتخن. سكر دايت. تعالى كمان الموز. الموز ناس كتيره جدا بتقول انه بيتخن. لا هو مش هيتخن في حاجات معينه او في وسائل معينه. تمام. الموز بيتخن لو احنا اكلنا منه كميات كبيره. لكن الموز في الاساس هو علاج. علاج ازاي؟ لو احنا اكلنا منه موز او موزتين بالكتير فاحنا كده ماشيين على علاج صح. ليه؟ لان الموز ليه فوائد كتيره جدا. احنا بناخد من الموز البوتاسيوم، بناخد منه المغنيسيوم، بناخد منه فيتامين بي، بناخد منه فوائد كتيره جدا. تمام. ده فوائد الموز. لكن لو اتكلمنا بقى بيساعد في تنشيط الغده او اللي بتفرز هرمون السيروتونين. طبعا احنا بنتكلم ان عندنا الموز فيه بوتاسيوم وفيه مغنيسيوم وفيه فيتامين بي، وغير كمان ان هو فيه احماض امينيه اسمها تريبتوفان. الاحماض الامينيه تريبتوفان مجرد ان هي بتتكون ده بيساعد على افراز هرمون السيروتونين اللي هو احنا بنسميه هرمون السعاده. طيب احنا بس عايزين نوضح الفرق بين الميلاتونين والسيروتونين. الميلاتونين ده هرمون النوم
والشباب تجديد الحيويه اللي احنا بنسميه يعني ان هو مضاد للشيخوخه. مضاد للشيخوخه. والسيروتونين ده هرمون السعاده، هو في الغالب الاثنين مربوطين في بعض والاثنين ليهم علاقه وطيده طبعا ببعض. طيب احنا كنا بنتكلم على الموز، الموز بقى بينشط زي ما قلنا هرمون السعاده وبيخلي افرازه عالي في الجسم. طب إيه بالنسبه بقى لبقيه الماكولات، يعني ايه تاني ممكن نجيبه في الطبيعه او يكون موجود في اطعمتنا ويكون مساعد قوي على تنشيط هرمون السعاده ده؟ الاول مبدئيا هبدا علاقه الموز بالدايت. تمام. هو الموز في الاساس بيحسن بالشبع، لكن طبعا في بعض الناس لما بيستخدموا الموز كعلاج او كهو كدايت بشكل عام، عايز اقول لك ان طبعا ده خاطئ تماما. ليه؟ هو الموز فيه فوائد كتيره جدا زي ما احنا اتفقنا، بوتاسيوم ومغنيسيوم وفيتامين بي واحماض امينيه، وبيساعد على افراز هرمون السيروتونين. لكن انا لو اخذته طول الاسبوع ده هنفقد عناصر كتيره جدا ومهمه. تمام. وهتحصل طبعا اضرار كبيره قوي، زي مثلا انت عندك الهزال، سقوط في الشعر، جفاف في البشره، كل دي اضرار ناتجه عن الرجيم او ناتجه عن استخدام الموز بشكل عام. تمام. عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الموز من الفاكهه اللي بتبس السعاده. يعني انا لو انا رايحه الشغل وحاسه ان انا همر فتره استرس او ضغط نفسي، تمام، ممكن بسيطه قوي ان انا اخد معايا موزتين كده في الشنطه. موزتين معايا في الشغل يا جماعه، بعد اذنكم الموظفين اللي بيعانوا يا جماعه طول اليوم من الضغوط والمشاكل، الحل اهو عندنا، مهدئ طبيعي اهو، موزتين في الشنطه. يعني انا هعمل الموضوع ده، بس ربنا يستر ما نطش على شبابيكم. انا هحتاج نغسلهم ولا هحتاج نعمل اي حاجه خالص، ده في الشنطه هنطلع مفيش مشكله. موزتين في الشنطه ونعمل حسابنا عشان لما يجي حد يتشكل معانا او يزعلنا نقوم نقول له استنى لو سمحت واخدين الموز علشان خاطر يبقى تمام كده. على فكره الموضوع ده حقيقه انا كنت بهزر فيه بصراحه. طيب عايزين بقى نتكلم على بقيه المنتجات او الحاجات اللي ممكن تساعدنا، زي ايه غير بقى الموز؟ في حاجات تانية، في أطعمة تانية طبعا ليها قيمة غذائية عالية جدا، وعايزة أقول لك إن هي بتقلل الوزن. تمام. وكمان بتساعد على إفراز هرمون السيروتونين زي ما اتكلمنا من شوية، اللي هو عندنا الشوفان، الشعير، البليلة باللبن، القمح، كل الحاجات دي بتساعد على إفراز. بس في الكنترول روم. تمام تمام، طلعت القايمة قدام حضراتكم. هو احنا هنا بنتكلم على الأغذية اللي بتحفز هرمون الميلاتونين. تمام. اللي بتحفز الهرمون. يعني ايه بتحفز هرمون الميلاتونين؟ يعني بتخليك انت نايم مرتاح مبسوط. تمام. زي ما احنا اتفقنا، الشوكولاتة، الموز، الشوفان، الشعير، القمح، البليله، الزنجبيل، الخضروات اللي هي الورقيه. ايوه تمام. احنا بقى لازم تحكي لنا على الموضوع ده. انا عرفت بالصدفه كده ان في الصين وفي دول شرق اسيا بداوا يلجاوا الى ان هم يتوسعوا قوي وتبقى عاده من عاداتهم ان هم ياكلوا الملوخيه. ليه بقى؟ ليه الملوخيه، السبانخ، الخس، الحاجات دي؟ ده انا مش عايزه اقول لك الصين بس، لا ده الصين واليابانيين كمان. تمام. الملوخيه بشكل عام اليابانيين سبقونا ليها ان هم استخدموا الملوخيه واستخدموها كوجبه رئيسيه كل يوم زي الشوربه كده بالظبط. تمام. عملوا ايه؟ اليابانيين بيجتهدوا لكل حاجه عندهم بيستخدموها بتقوي القوه البدنيه والنفسيه. تمام. يعني هم استخدموا الملوخيه زي طبق الشوربه يوميا زي ما احنا اتفقنا. بس بشرط لازم الملوخيه بتتاخد طازه، يعني لازم تتعمل طازه. انا عايزه اكلها النهارده يبقى لازم انا اعملها طازه. يعني الملوخيه لان يعني بيكون ليها اضرار. الملوخيه المحفوظه في الاكياس والمحطوطه في الفريزر والجفه دي مش بتدي نفس القيمة أو نفس النتيجة المرجوة. مش بس كده، لو أنا هستخدم الملوخية عشان إنقاص الوزن وإن أنا أساعد على إفراز هرمون السيروتونين، ليها طريقة معينة في الاستخدام. تمام. يعني أنا بستخدم مثلا، أنا بستخدم الشوربة بتاعتها، باخدها وبحط عليها التوم، بحط عليها الكزبرة، وبعد كده بحط عليها الملوخية بدون أي إضافات تانية غير ملح وفلفل. يعني اللي هي الطريقة المصري بتاعتنا اللي هي بس من غير أي زيوت تماما. من غير زيوت يا جماعة، من غير زيوت. يعني إحنا ممكن برضو الملوخية تعمل معانا شغل في حوار السعاده ده. طيب احنا عندنا كمان، عرفت ان بقى في مشكله مع الناس انهم قلقانين من استخدام سكر الدايت، فاحنا عايزين نتكلم عن سكر الدايت ده، ايه مشكلته او ايه الامن منه وايه الغير امن. هو كان في كلام كده من فتره ان السكر الدايت بيعمل كانسر. تمام. تمام. عشان كده هو سواء هو بيعمل كانسر او ان هو بيعمل اي اضرار تانية، انا دايما بفضل ان انا استخدم السكر الدايت اللي هو خالي من السكريات والاسبرتام تماما. ليه؟ لان ما بيكونش ليه اي سايد افكت. كمان السكر ده بيكون حلو جدا، ملوش اي اثار ناتجه عنه. في حاجه كمان لفتت انتباهي واحنا بنعمل او بعمل اعداد للحلقه دي،
كمية المأكولات اللي بتبث السعادة يعني سبحان الله حاجة جميلة وشيء يعني سبحان ربنا الخالق المصور. فاحنا عايزين نعرف كمان موجود فين؟ في حاجات كتيرة قوي انت كنت لسه من طبعا. شوية هتقوليلي في كتير قوي قوي. انا مبدئيا في الاول هنتكلم عن الاغذيه اللي بتحفز هرمون الميلاتونين غير الملوخيه اللي هو السمك، تمام، وطبعا السلمون والتونه، عشان كل كده يا ده جماعة، اوميجا اوميجا 3. عشان كده يا جماعة البورسعيدية والاسكندرانية والاسماعيلوية وكل الناس الحلوة اللي هناك دي اللي احنا بنتشرف ان احنا منهم دمهم طبعا خفيف. اه لا دمهم خفيف، وتلاقيهم بيضحكوا على طول، وبيكونوا ما شاء الله يعني بيكون تمام. عندهم نسبة هرمون السيروتونين عالية. طيب عايزة عايزين أقول لك السمك بقى، السمك ربنا سبحانه وتعالى جعل السمك اللي هي أكلة البحر دي بتساعد على إفراز حمض التريبتوفان اللي هو الحمض الأميني، وبالتالي لما بيزيد أو بيتكون عندنا الحمض الأميني ده بيساعد على إفراز عندنا هرمون السيروتونين. تمام. مش بس كده، ده عندنا الفايدة بتاعت السمك والملوخية تعتبر موازية البحر موازية لبعض. إزاي؟ إن الاتنين مع بعض بيساعدوا عندنا لتكوين الحمض الأميني بشكل كبير جدا، فبيزودوا هرمون السيروتونين. عايزة أقول لك كمان اليود، ما اليود ده كمان بيزود هرمون السيروتونين. تمام. فاحنا اصبح عندنا مش بس البحر، لا ده البحر والسمك، ريحه البحر عن طريق اليود ده بيساعد على افراز هرمون السيروتونين، وكمان السمك ان هو بيساعد على تكوين الحمض الامين اللي هو التريبتوفان، فبيساعد على افراز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده. ايه الوجبات او نظام غذائي؟ عايزين بقى نظام غذائي، يعني كنا بنتكلم عن انظمه الدايت وانظمه الرجيم وازاي ناكل عشان نتخن وازاي ناكل عشان نخس. احنا يا جماعه اكتشفنا ان احنا لو مش سعداء فاحنا يا اما ما ناكلش خالص يا اما ناكل كتير جدا. فقبل بقى الدايت والكلام ده احنا عايزين نظام غذائي يخلينا نرفع نسبة السعادة. اصلا يا جماعة بمناسبة السعادة يعني واحنا بنتكلم عنها كده سعداء بالكلام، عايزين بقى النظام الغذائي. طيب هقول لك على الحاجه الاول بس محمد، ايه رايك لما نيجي نتكلم الاول عن المكسرات؟ كمان هنتكلم عن المكسرات الاول ان هي مليانه بالاحماض الامينيه، بس خد بالك من حاجه، لو انا هعملها كنظام دايت زي النظام اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، فباستخدامه لازم يكون المكسرات بدون تحميص تماما، غير محمصه. تمام. لكن لو البيشن استخدمها بس مجرد عشان افراز هرمون السيروتونين فاحنا بناخدها محمصه. عايز اتكلم كمان عن لحم الطيور اللي هي اللي عندنا، الفراخ، السمان، الحاجات دي كلها. لا البط ده لحوم حمراء، والحمام برضو لحوم حمراء. تمام. نوع تمام. عايز اقول لك بقى ان لحم الطير ده من اللحوم الخفيفه جدا اللي هي بنسميها بتكون سهل الهضم بشكل حلو جدا. تمام. وكمان بيساعد على افراز هرمون السيروتونين. تمام. عايزين نتكلم كمان ان ممنوع في النظام ده السموم. ايه هي السموم؟ احنا عندنا فيه ثلاث سموم في الجسم. ثلاث سموم لو خدناهم بيعمل اكتئاب وبيزود الوزن وبينشا عنها كمان اضرار كتيره جدا. اللي هو طبعا الملح الابيض والدقيق، عندنا الابيض، وكمان عندنا السكر. ده زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان حذر من الابيضين اللي هو الملح والسكر. الملح والسكر. تمام. بالنسبه بقى للنظام اللي احنا هنتكلم عليه، عايزين بقى النظام ده بقى ورقه وقلم واكتبه. احنا هنتكلم النهارده على نظام غذائي لازاله الاكتئاب وافراز هرمون السيروتونين. تمام. عندنا قبل الفطار بناخد كوبايه ميه دافيه زائد معلقه كبيره من العسل الابيض زائد ربع معلقه قرفه. تاني، كوبايه كبيره عندنا قبل الفطار كوبايه ميه دافيه، كوبايه ميه دافيه تمام، عليها معلقه كبيره من العسل الابيض ومعاها ربع معلقه قرفه. تمام. طيب الفطار بقى عندنا يا اما كوبايه حليب خالي الدسم مع اتنين بيضه، او طبق شوفان عندنا باللبن خالي الدسم، او طبق بليله برده باللبن خالي الدسم. تمام. بين الفطار والغدا بين الحاجتين عندنا بناخد ايه؟ بناخد كوبايه زنجبيل ومعاها عندنا كمون، او كوبايه زنجبيل ومعاها نعناع، مفيش اي مشكله. قبل الغدا مباشره هناخد كوبايه ميه دافيه زائد موزه. طيب الغدا بقى هنعمل ايه؟ الغدا عندنا هناخد اهم حاجه في الاول خالص سلطه، ده في الاول سلطه عليها بذر الكتان. تمام. وبذر الكتان مهم جدا، زيت بذر الكتان، لان فيه الاوميجا 3 اللي هو بيساعد على افراز هرمون الميلاتونين. وطبق طبعا الملوخيه الشوربه اللي احنا اتكلمنا عليه، وطبق السبانخ. تمام. يا اما طبق ملوخيه يا اما طبق سبانخ، بس طبعا انا ارجح اكتر طبق الملوخيه عشان الفيتامين بي وعشان حمض التريبتوفان. ومعاها كمان ربع فرخه ومعاها نص رغيف. طيب بين بقى الغداء والعشاء هنعمل ايه؟ كوبايه طماطم زائد قطعه شوكولاته صغيره بتكون داكنه، يعني بتكون بدون اي سكريات تماما، اللي هي الخام دي الدارك. زي اللي هي بتاعت المطبخ. ايوه اللي هي الدارك. تمام. بس انا بقول قطعه شوكليت، ما بقولش عندنا. ايوه قد ايه القطعه تقريبا علشان احنا يعني بتختلف يعني انا الدكتور بتاع الدايت قبل ما حضرتك تشرفي على العلاج بتاعي، دكتور الدايت قال لي قبل كده يعني تاكل موزه او اتنين
فما خستش لان انا كنت بجيب اللي هي الموزه اللي هي الضاني دي الكبيره دي باكلها. لا واكيد كنت بتاكل كمان حاجات تانية كتير معاها. طبعا اكيد يعني الوجبات السريعه دي بقى هي المشكله، وعايزين بقى سريعا كده الوجبات السريعه. لا احنا هنكمل اول نظام بعد كده اول نظام. تمام تمام. عندي ما بين الغداء والعشاء قلنا كوبايه طماطم وقطعه شوكولاته صغيره اللي هي الدارك، وبعد كده قبل العشاء حفنه كده من الترمس، وفي العشاء بناخد اتنين موزه معاها لبن رايب. الناس اللي ما بتحبش اللبن الرايب ممكن علبه الزبادي او طبق شوفان عندنا باللبن خالي الدسم، او طبق بليله باللبن خالي الدسم. تمام. النظام ده بينزل يا محمد من 2 ل 3 كيلو في الوزن. في الوزن وبيعمل ايه بقى في السعاده؟ ده طبعا بيساعد على افراز هرمون البروتين بشكل كبير جدا. جميل. عايزه اقول لك كمان في العشاء بالذات لو احنا اخذنا شوفان باللبن او اخذنا شعير عندنا باللبن او عندنا بليله لازم نضيف ليها حفنه من المكسرات، دي مهمه قوي. طيب فاضل معانا دقيقتين عايزين نسمع فيهم المواد الحافظه. المواد الحافظه حلقه كده بجمله من عندك. المواد الحافظه او الفاست فود للاسف دي من الاطعمه اللي بتكون مليانه بالكوليسترول السيء، والكوليسترول السيء او الكوليسترول الضار ده اللي بيعمل نوع من انواع الغشاوه على القلب، ان هو بيسبب نوع من انواع الجلطات. مش بس كده، ده كمان بيأذي المخ، لان طبعا احنا عارفين ان الدم بيمر على القلب، فمجرد ما الدم يمر على القلب يمر فيه الكوليسترول اللي هو الضار ده او الكوليسترول السيء بيسبب نوع من انواع الجلطات او الاثيروسكلروز اللي هو تصلب الشرايين. عشان كده بتلاقي ان الناس اللي هم بياكل اكلات دسمه والاكلات اللي فيها سمنه او زيت دايما يقول لك انا مش قادر، انا جاي لي تخمه، انا مش قادر اخد نفسي. بعد ساعتين ما بيهضم الاكل بيلاقي ان لا، ان هو كان موده وحش. طب هو كان موده وحش او سيء ليه؟ لان طبعا هو اكل اكله دسمه زودت الكوليسترول، فبالتالي قلل كده من افراز هرمون السيروتونين. انا عندي سؤال وتختم لنا بعديه الحلقه لو سمحتوا. السؤال ده ملح جدا. هو العصبيه والتوتر والقلق بيزودوا الوزن؟ طبعا افراز هرمون الادرينالين. ما انا لما انا بتعصب بنفرز كميه كبيره من هرمون الادرينالين، ده بيساعد على افراز. ناخد بالنا من الامهات في البيت، العصبيه في المذاكره والزعيق والحاجات دي هي اللي بتخلينا نعمل دايت وما بنخسش. صح كده. وكمان ايه ده كمان هيتفرز هرمون الكورتيزون. تمام. الانسولين طبعا. الانسولين احنا اتفقنا اللي هو طبعا مسؤول عن بناء الدهن. فاصبح كده الدهون كلها كمان بتركز عندنا في منطقه معينه اللي هي منطقه خصر البطن. تمام. او منطقه البطن بشكل عام. عايزه اقول اهم حاجه زي قول الرسول عليه الصلاه والسلام، المعده بيت الداء. لو صلحت المعده هتلاقي كل حاجه كويسه. ده مهم جدا. احنا طبعا الموضوع كبير يا جماعه، وطلع ان فيه هرمون للسعاده، وطلع فيه هرمون للنوم، وهرمون للشباب، واحنا كنا مركزين على الادرينالين بس والحاجات دي، انما في حاجات تانية ممكن تخلينا سعداء. لو سمحتم ابتسموا وحبوا الحياه وحبوا الاكل وكلوا حلو جدا واهتموا بصحتكم جدا، وتابعونا على صفحه برنامج اسال الدكتور على الفيسبوك للاسئله والاستفسارات. دكتور اختم لنا بقى الحلقه بجمله فيها نصيحه من عندك، اخر جمله. انا بس عايزه اختم في نهايه حلقتنا، اتمنى ليكم عام مليء يا رب بالهرمون السعاده والفرحه، وكل عام وانتم بخير. برنامج اسال الدكتور تقديم دكتوره نيره صلاح واستاذ محمد عنبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.